أربع أب في نهارة ما كنت مفروض كون ببيروت، كنت مفروض كون هون برشانة، وسأب عنا موعد مع صديقة عم تعمل فيلم على رشانة، وكان الموعد الساعة 6 بالجميزة. يعني كيف كانت مسائبة. Oh my God. طلع أول انفجار، دغري قالت تنفوت لجوا، وأنا مثل عندي هالكيوريوزيتي بدي أعرف شو عم بيصير، بقى ضليتني عم بتطلع ومبين إنه أول انفجار أصغر كان. وقت طلع تاني انفجار مع هالأحمر وهالدخنة السوداء، شي بخوف بس ما بيلحق الواحد يعني ينتبه شو عم بيصير، وبعده بشوفه مثل فيلم، كل شي عم بيتكسر على طريق هالويف هيدي، ووصل لي وانه ما بقدر اعمل شي بقى غير جرب ابرم تفوت لجوا كمان اتخبى. بس تأخرت، وبوقتها يمكن طرقت الباب يما شباك يما شي كان مكسور، وكان جرح كتير قوي هون كبير. بس أنا ما كنت عارفين شو عم بيصير، يعني بس حسيت بوجع ودم عم بينزل. كان عندي صديقي عنده شخص بيعرفه بصيدا، هو شيروجيان للعيون، سائب هونيك يعني. وصلنا على صيدا ما في حدا بالمستشفى، كان في شخصين يمكن، دغري أخذوني وعملوا لي العملية، ضلت شي ساعة ونص. يعني نفس الوقت في الواحد يشوف القصة، صار في كتير قصص حلوة، يعني مثل في رهبة نحن وعم نمشي من بعد ما الموبيلات قالنا لازم نروح شوف خيي، وكان مسكر مستشفى الروم، اجيت رهبة ما بعرف من وين طلعت، عم بتسوق بالسيارة شو عم تعملوا، يلا طلعوا كمان، وصلتنا على جعيتاوي. يعني هيك من شخص لشخص كل الناس عم بيساعدوا، كانت فظيعة المناسبة، الواحد يقدر يحس قديه في ناس ما بيعرفهم يعني بيساعدوا هيك. سو بقدر اطلع على هالشيء انه ايه شو هالمالشانس اللي صارت لي، بس ابدا ما بفكر فيها بهالطريقة. يعني صار اللي صار، وفي اشخاص انصابوا بطريقة اصعب كتير وفقدوا حياتهم، يما حدا قريب عليهم كتير بقى. لا ما بتصور هيك يعني، فتحت لي كمان مناسبة تتعرف على أشخاص، تبلش أكتب كتاب، كذا شغلة صاروا من وراء هالأربع آب، مشاني ما بعتبره هالنهار كسيء. أنا قبل أربع آب كنت معالج نفسي عادي، أنه بيجوا بيشوفوني بيقدروا يبكوا يخبروني كل قصصهم، ما عندهم ولا مشكلة. يلي تخير انه اليوم اكترية الناس، في ناس يمكن ما بيعرفوا بس اكترية الناس بيعرفوا، صاروا حاسين حالهم انه كيف بقدر انا اجي خبره لهالزلمة انه ما بعرف انا مخانقة مع جوزة، يما صار شي بالبيت مع اولادها وهيدا زلمة فقد عينه. سو كنت كتير مهمة الي كمعالج كيف بقدر خليهم يحسوا انه نحن هون لهالشخص، بس بنفس الوقت مش عم بخبي عن يلي عشته أنا. كتير استفدنا منها، يعني بنستفيد منها اتنينتنا بالرلاسيون تيرابوتيك بقوله، يلي هي بتخلي الشخص يحس انه مزبوط هيدا شخص عايش شي صدمة قوية، بس بنفس الوقت إلي حق أنا اجي أحكي عن مشاكلي. أنا بعتبر انه هالصدمة هيدي أثرت أشخاص كتير ما كانوا حتى بلبنان بنهارها، يمكن حسوا بالذنب انه كيف ما كنا هون، يما شو بدنا نعمل ومش عم نعرف شو نعمل، وما في حدا اكثر من غيره اكيد. وقت نطلع بنقول انه هن الاشخاص اللي انصابوا هن اكثر شيء، مزبوط، بس بنفس الوقت في اشخاص سايلنت تروما بسموه، يعني عم بيعيشوا هالتروما هيدي هالصدمه بس مش عم بيقدروا حتى يعبروا عنا، عسى بيعتبروا انه هن ولو ليه ما في غيرهم انصاب اكثر، ليش هن بدهم يقولوا انه متضايق من هالقصة. انا نصيحتي انه الواحد، كل واحد عنده قصته، كل واحد له حق يكون له قصته وكيف عايشه لهالصدمه هي. مزبوط انه فقدت كل هالبارتي هيدي، انه ما بشوف شيء، بس كون عم انا ما وقفت سوق على اساس مهم كثير الي ضلني عندي هالاندبندنس وقدر سوق. هلا بقولوا لي ما بتخاف؟ بقول لهم لا ما بخاف على حالي، بس بخاف على الوقت اكثر.
بس بسمع مثلاً كثير الواحد بيصير بينتبه كيف إذا في سيارة، وخاصة بلبنان نحن بدوله على اليمين أكيد، يا أما مش لبنان هيدا، بسمع سيارة عم تجي مثلاً من الميلة أكيد بتعود الواحد بيصير بيبرم بيطلع. يعني مزبوط فقدت شيء، بس بحس إنه أكيد ربحت شيء تاني بعدي عم بيشتغل عليها هيدي القصة يلي هي في شيء من النظر الداخلي. يمكن كمان هيدا شيء وقت اللي نكون عم نقشع ما منفكر فيه كتير، وقت اللي هلا ما فقدت أكيد كل النظر، بس في شيء مثل غير طريقة نظر. يمكن في الواحد ببلش يحس إنه عم تنمى. سو خسر شيء بيربح شيء الواحد.